عبد الحميد بوشناق مخرج فرتاتو الذهب، مرحبا. مرحبا بيك، مبروك على الفيلم الجديد أنا كوي في أولو باهي برشا في اللي جي سي سي ستاند انوفيشن، دامت دقيقتين ولا أكثر يمكن في العرض ما قبل الأول. أما قبل ما نبدأ ونحكي ونتعمق في فرتاتو الذهب، خاصة على خاطر نتصور برشا ناس بعد لي ديكلاراسيون بوليميك اللي عملتهم في موزايك عندهم تساؤل، حاب نوضح لهم اولا اللي الانترفيو هذا بلاش فلوس. اكزاكتومون فوالا، نجمو نفهموا وقتاش بالفلوس، معناها ما درتش في الحياصه انت ولا حاجه؟ قلتها ديجا وقتها، قلت راه كون تي ساجي دون بروموسيون تاع فيلم ولا نتاع مسلسل ولا نتاع شانسون شي سا سي دو نون دو نون، فهمتني؟ مي كون تا با دو كونتوني وانا ما عندي حتى شيء نضيف لك وتجيبني باش تعبي بيه الكونتوني نتاعك، جو كرو كو اي بو ان ارتيست دوموندي شويه من اللي انت باش تدخله انت كي باش تجيبني يعني. بون احنا معناها وسيله اعلام غير ربحيه، ما كنتش معنيين بالامر ندخل حتى شيء. نعم اون توكا ولا وجمعيات ولا شي حاجه اخرى. انا قضيت قرار زاده اللي راهو التلفزه الوطنيه كل ما عنده علاقه بالدوله ما نخصش عليه حتى فرانك، حتى كان يعيط لي ما عنده شيء. اوكي، سيرفيس بوبليك يقعد في بلاصته. باهي، نرجعوا لموضوعنا اللي هو فرتاتو الذهب ولاكوي اللي لقاه. فيلم طويل ثاني بعد داشا والنجاح اللي عرفوا، كي خدمت فرتاتو الذهب شنو ما لي تشالنج اللي حطيتهم قدامك؟ شنو ما الرهانات اللي حطيتهم قدامك؟ وقت بديت نخدم في فرتاتو الذهب ساعه حبيت نقلب ليموسيون اللي يخرج بها المتفرج. في داشا خرجوا مفجوعين، خايفين، متقلقين، حبيت نمشي لحاجة بلو سنسيبل بلو بويتيك. التشالنج الكبير سيتي لي في فيكس، ما نكذبش عليك، جو فولي مونتخي اللي سي فيزابل بتونس، خاطر نعاود نذكر لي فيلم كله توانسر، ما فما حتى طرف اجنبي لا في البوست برودكسيون لا في البرودكسيون لا في الانتاج لا حتى حد، دونك كلهم توانسة قارين في تونس في المعاهد التونسية وفي لي زيكول تاع السينما في تونس. كلهم توانسة بخلاف الفي فيكس. اي سيتي انفستيغ لارجون دو داشرة دون ان فيلم، حبيت فيلم في فيلم. واحد ولد الاخر يعني، فهمني؟ هكاك فلسفتي راه في الحياه. حبيتش نعمل بهم حتى شيء اخر، حبيت انا والمنتج مع عمر بن علي اللي تخلوه من داشر حطيناه الكل وزدنا عليه زاد راهو على فرتاتو الذهب. مي هذاك الجو نتاع المنتج هنا نذكروا لي انت زاده من المنتجين نتاع الفيلم نتاعك. لي زونجو نتاع المخرج، وي مخرج ايزيتي بيرمون ارتستيك، حبيت نمشي جيكسبلور ان نوفيل يونيفير الفانتاستيك بالامكانيات اللي عندنا بيان سور. مي سي ان فيلم فما جونر نحبو ياسر حتى في الليتيراتور اللي هو لو رياليزم ماجيك. حياتي هكاك نعيشها راه في الدنيا يعني، جي توجور با دي فيزيون ولي الحكايه بسيكياتريك، لكن جو سوي طول طون سارح في حاجه ولا نتصور في حاجات، دونك حبيت نغمق اكثر في العالم هذا. حبيت ان فواياج ريلمون ان فواياج فانتاستيك اي اون اكسبيريونس. C'était très difficile. Tu as les inspirations en théâtre, réalisme magique, mais plus fantastique sur réalisme. Réalisme magique, par exemple, on parle de Gabriel Garcia Marquez, sur le genre. C'est ce qu'il y a beaucoup, Tim Burton. Tim Burton. Il y a beaucoup de genre fantastique, pur et dur, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est du fantastique. Game of Thrones, c'est fantastique. Mais le réalisme magique, c'est des scènes, au sein du film, au sein de l'histoire, c'est اللي تعيشه بطريقه اخرى بين فانتازيست وفانتازي. مي سي با ان فيلم مثلا فانتاستيك كيف ما سينيور دي زانو ولا هاري بوتر ولا. علاش حسب رايك ستيل هذا ولا ريفيرونس هذا؟ خاطر الفيلم يظهر لي، ما عرفتش انت اسكو تقيمه فيلم دو جونغ، ما يظهر لي هبريد شويه. اي هو ما بين البنين. فيه دراما، فيه دي مومون اللي يهزوك الموندو فانتاستيك. وي. معناها. وي خاطر. سي ان فيلم اللي هو سي ان درام فانتاستيك، ما نجم نقول عليه حتى شيء اخر بار درام فانتاستيك. سي فريمون سا لو فورما نتاع الفيلم. يعني اللي طاغي عليه هي الحكايه، من بعد فما دي مومون دو ماجي ولا دو سي دي تنفيسات اخرين، سي طريقتي باش نوري في الاخر تفهم الحكايه كل. ما نجمش نحكي عليه ياسر بور نو با سبويلي لو فيلم، مي جو فولي ابسوليمون مونتري لي جون دي شوز كي نون جامي في، كما قال معز في الفيلم. معناها هذاك هو الليت موتيف نتاع الفيلم، حبيت نوريهم حاجات عمرهم نتاع الحكايه. وي. ثلاثه اوكي، هنا الدوز نتاع الفيكسيون في الفيلم هذا اللي فاتت شويه الافلام الاخرين، لكن شنو هو القسم المشترك ما بين داشرة وفرتاتو الذهب؟
لا كولير موجودة ديما، موجودة دي اومني بريزونت، تتوظف في العنف، في الشماتة، في الواحد، مي سي سورتو لا ديكادونس اومين راهو موجودة ديما عندي في دشرة الاكستريم. في هذا زاد انا نمن اللي فماش عبد باهي، فماش عبد خايب كهو ولا باهي كهو، وفما حتى حد يتولد خايب. تولد كنا باهيين وبعد نخيب، وفما اللي يقعد اقل خيوبة. دونك لا دواليتي في اي شخصية نبني عليها ياسر. Je suis un réalisateur اللي يهمو أكثر الشخصيات كل قضية. الشخصيات كيفاش مركبين، علاش ولا كيك. Je me pose toujours cette question حتى dans ma vie de tous les jours. كي راه عبد أجريسيف ولا يكره الناس ولا. ديما أول ريفليكس عندي في مخي نقول لها سيرمون صاروا له حاجات خايبين في مخ قبل. دونك أنا يسخفوني العباد راهو اللي هما خايبين. الفيلم تاعك يحاول يتعامل مع حالات فردية ولا مع وضع اجتماعي كامل؟ نجم تعمل اسقاطات على الوضع الاجتماعي اللي نعيشوه احنا توا، لكن الفيلم اللي جو بونس يونيفرسيل، يعني علاقة الأب ابنه والطفلة بأبوها وكل شيء تختلف من بلاصة لبلاصة. يعني فهمني، نتصور شخصية يمينة مثلا كان جات سويدواز لوغي جامي ساكريفي سا في بور سون بير. ما احنا دولة ومجتمع وعائلة وتربية تخليك اي لابوك ابجل. ما في الحالات الكل بوك ابجل، هذا هو اللي نطرحه انا كسؤال ما نعطيش عليه اجابة. رو الفيلم الكل حكيت تو على العلاقة بالبو وكل شيء. الفيلم كما قلت من غير ما نسبويليوه، لكن مش نحكيه اللي هو يخوض على الاخر في علاقة البو وولده. أي. في السنين اللي فاتت السينما التونسية تبدلت فيها برشا حاجات، لكن من الصدف أنه أكثرية الأفلام برشا أفلام منتوكا يخوضوا في العلاقة ذي بين أبو وولده. نذكر منهم ولدي بتاع محمد عطية، فما بيك نعيش بتاع مهدي برساوي، البانو بتاع نيسا داود، بياند ذا سايلنس بتاع انتصار بالعيد، برشا معناها بابا هادي عصر حسين. لا نحكيوا على السنين الاخر، يعني نحكيوا على السنين الاخر هما الكل كونسنتري تقريبا في الخمس سنين الاخر. مش تقريبا، في الخمس سنين الاخر. في عنايه نتاع نجيب بالقاوي الكل هما كيك. حسب رايك علاش في الفتره الاخرى ودي رياليزاتور قراب من بعضهم زاد في العمر فما فاك كامله مركزة في علاقة الصغير بوه والبو بولده؟ أنا يظهر لي مشكلة هذية ماهيش باش تبدل راهو. كما تعطيتك إكزامبل عصفور سطح عنده توا 30 سنة لتالي، سي توجور لا ميم شوز. جو سي با اسكو سي أن فينومين اللي هو ما لقينالوش حل. أون با ريوسي أ ديباسي علاقة البو بولده لتوا لليوم الغدوة. فما ناس صعيب ياسر باش تقول بوها نحبك وهو بحذاها في الدار، أما تقولهولو نهار اللي هو ولد بعيد الشهر مسبول إي لغوغريت ويعاود يرجع لي مامون يقول تي كان قدامي علاش ما بوستوش علاش ما عنقتوش. انا ان تروك ان بلوكاج ما بين في يمكن في تربيتنا راهو البو كي ترى صحاب ياسر مع ولده ويفكور معاه ويلعب كل شيء اوني طول طون اون ادميراسيون قدام على البو هذا. في صحابنا عندنا سيرمون انا ديما ادميراسيون كونفلي زعما ادميراسيون للبو كيفاش صحاب مع ولده اون ديغي سي ان تروك كي ني با ديما اكسيسيبل. في العلاقة هذه زعما فما بحث على ثنية لقتل الأب، معناها كما نقولوا قتل الأب اللي هو يعني لازم الديفلوبمون تاع الشخصية الأخرى جموعة حسب التحليل النفسي تاع فريد. أغزر قتل الأب بالطريقة تاع فريد ما نتصورش، هذاك اللي حبيت نمشي له أنا في الفيلم. باغ كونتخ علاقة الأب علاش ولات لي مهمة، خاطر أنا وليت أب. انا زيد جيفولي ما عادش وليد كهو راجل برك، وليد اب مره واثنين. دونك الوليد الصغير اللي انا كنت توا ولا في الشيرة الاخرى. دونك انكونسيامون راه تراجع برشا حاجات في روحك وتولي تفهم بوك. هذاك هو قتل الاب اون فيت، كي تولي تفهم بوك سي سا باردوني البو. هذاك هو اهم يظهر لي حل. سي سا بيتيتر سي ثيرابي بور نو هكا لي رياليزاتور، مي اون اي توس اون تران de créer une sorte d'un message ou voilà, d'un lien fuse une œuvre qu'on peut-être qu'on a du mal à faire fuse dans le monde mais نتصور هذيك هي ما هيش عقده قد ما هي trouver chercher une solution chercher des réponses مش نتاعي انا شخصيا انا خاطر autour de moi on a tous le père représente quelque chose مهم ياسر عندنا الكل يعني نحبك هادي سي لا مير
il y a tellement de films qui parlent de cette alerte le bnaya bomha ou l'alerte le bou bom. On a un conflit, enfin dès que couper le cordon. Ça tebe على السياق الاجتماعي السياسي الكل تربيتنا هكيك تربيتنا هكيك ثقافتنا هكيك ديننا هكيك يعني البو غلط ولا مش غلط يقعد بوك يا ما كي مش كي غلط كيفاش نعمل كي غلط برشا لو كان نتاع عبد الوهاب في الفيلم كيفاش نعمل يعني pour pardonner un père est-ce qu'il suffit d'être juste son fils obligatoire ولا un père mérite le pardon avec بعد processus كامل هذاك هو اللي نطرحه مام ما نعطيش اجابه خاطر الاجابه ما عنديش الحقيقه راه الحاجه الوحيده انا اللي le pardon يظهر لي اهم sentiment اقوى sentiment ينجم يكون عند عبد يعني سي une arme ما فما حتى شيء اقوى منها حكيت على الجانب الذاتي في الحكايه واللي فات لي انت وليت بو عندكم انت وكل شيء وخذيت الدور هذاك لكن ديما في الجانب الشخصي اللي ما نجموش ننفيوه لهنا فما جانب اخر مهم اللي هو انت زاد ابن وهو اللي ماكش ابن كلاسيكي يعني ماكش في علاقه انت ارتيست بوك ارتيست لي ريجستر مختلفين هل انه هذه من الحاجات اللي تدزك الثنية هذه نتاع الاكسبلوراسيون نتاع العلاقه نتاع البو بولده وكل شيء اي بالطبيعة انا عشت مع اب فنان بيتم معنى الكلمه فنان تري اكزيجون مع روحه قبل ما يكون مع فنه اللي تي اكزيجون في الدار في 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 معاملته معنا احنا في تربيته لينا احنا و ان ميم طون جي فيو لو كوتي فولي دو لارتيست اللي انا ملي صغير نسخالو هذاك العادي لبيت الكل هكاك ومن بعد لا مش لعبت الكل عنده دي مومون اللي مثلا انا جو سوي سور البارح كي تفرج في الفيلم الى ريبونس علاش فما واحده من عندها ثلاث عينين جو سوي سيغتان كي لا ريبونس اسا باسكو انا حكيتها سمعتها وانا صغير فما حاجات سي كيكان اللي علمنا احنا لي لاغ بور لوي سي اوفرير اون فونيتر فيغ لو فانتاستيك لا ماجي تحكيش على الواقع الواقع الناس الكل تعرفه فهمت خليت الواقع مي فما دي كلان دوي عملتهم اللي هما في الاخر في الاخر يدوروا يحكيوا على البو فهمت فيفغ افيك ان ارتيست فيها برشا حاجات باهي اللي خديته باهي اكثر من اللي خديته خايب راهو الخايب سي لابسونس لو مانك دو طون الاكزيجونس اللي ما تفهمهاش ساعات انا صغير لا بيرفيكسيون اتر توجور على اوتور فهمني قداش جبت في الحساب هذاك السؤال سهلولي هو فهمني افوار لا موين سي با سوفيزون وهل انه في وسط هذا الكل انت الفن اللي تعمل فيه خارج على السطر كسر الكليشي كل شيء الوالد سي لطفي بوشناق من حراس المعبد معناها هو يمثل الناس اللي محافظه واللي عندها معنى النزعة محافظة إلى حد ما في ممارسة الفن متاعها كما قلت لك من حراس المعبد كيفاش تتعايش مع الوضعية هذه أنت تكسر وهو قاعد يعز مغادي هاو قل لك هو رأى ونوتي بوشنيق الناس اللي ما تعرفش كيفاش بدي بدي من الناس اللي كسروا زادة في الليلين اللي بناهم قبلوا السادة متاعه يعني لوتي بوشنيق كان وقت يمشي بحث على السريتي ويغني معاه الموشحات وكل شيء عم علي السريتي كان يتغش عليه ياسر خاطر يعمل ديزامبرو ماهوش مكتوبين هكاك مش كاتبهم عبد الوهاب هكاك دونك إلي تي كيلك باغ روبيل ا سون ايبوك مي يقعد في الكلاسيك سون لوك راهو كي تجي تشوف توا ترجع للتصور نتاع السبعينات ولوتي بوشنيق للناس اللي تعرف الجيل نتاعو كان يلبس راهو كي القميص راهو مصري طويل ويخرج الشركه ذهب لهنا وشليغمو هكا ويستشور شعره وما كانش كلاسيكي كيف ما علي السريتي والا صالح المهدي مي بون توا سكي فوزي في السبعينات والثمانينات اللي تسمى تكسير قواعد ماتنون سا دوفيان كلاسيك يحافظ عليه حافظ على طريقته في التفكير اللي توجور يقعد تلميذ نتاع عبيد راهم اللي بناوا الموسيقى في تونس يعني ما ينجمش يكون حاجه اخرى دوت شنيخ ما تستناوش منه حاجه اخرى بار كونتر غنى مع جماعه في الهارد روك يلقوز وسبوه الناس ويا الشيطان او عباده الشيطان كل شيء غنى مع ايام الي سوبر اوفير مع لي زيكسبيريونس الاخرين ان غاردون سون كوتي ا لوي مي غامر مي بجو ما ينجمش تسمع لوتي بوشنيخ يغني في الراب امبوسيبل يغني في الجاز يغني في يخاف يخرج
من العالم اللي هو فيه به سورتو ا سون اج ماتنون يقول لك انا جو سوي كونو بالوجه هذاك دونك جو دو ريستي في الوجه هذاك اما كومون مادابتي مع العالم الجديد انا لي انا العكس تماما انا ما نحبش تكب عليا حتى قلب يعني انا خاف نرجع للمدينه العربيه مثلا على خاطر ما نحبش يقولوا ها نوب ما نحبش نعمل حاجه على التسعينات سيفيني ما نحبش نعاود نعمل حاجه رعب تو سويت على خاطر باش نتربط في دشر ما نحبش نعمل حاجه اخرى فانتاستيك تو سني سيتي لاني دي فانتاستيك ولا كان يا ما كانش وبابيون دور سورتو بابيون دور يعني مي ما نحبش نتحسر باش نهار اخر ما يقولوش عليا حارس المعبد ما عنديش معبد من نكره المعبد فهمت وي فخور لي ان شاء الله ديما نقعد هكا نكسر كل المعابد يعني اللي يحسوهم الناس حكينا على عبد الحميد البو والابن اي البو والابن هذوما شنو هو التوازن اللي لقاوه وكيفاش باش يتحولوا المؤلف تصور فرطاتو الذهب كتبوا وصوروا اي صعيبه باش نجاوبك عليها راه ما نعرفش علاش غير المور باش تسالني تقولي علاش مشيت عملت سينما ولا علاش نعمل في هذا الكل ما لا لا العمله هذه بالذات العمله هذه بالذات اي خاطر هي فيها قديمة نرجعوا للاب والابن وكل دوك العمله هذه قديمه ليكيليبر منين باش تقعد معناها في البارير مشيره هذه ولا مشيره الاخرى اوزر فاسلك البروسيسوس تاع الفيلم فيلم كتبته 2006 جيتي با لو ميم 2006 j'étais en colère et ça se voit dans la première partie du film. بعد انا جي ايفولوي le film a évolué je me suis apaisé. J'espère que ça s'est vu dans le film. عاش معايا التطورات عاش معايا التطورات نتاعي انا الكل. انا نتبدل هو يتبدل الفيلم. Et كل مره جاجوت في حاجات كي مي ريبريزونت ويمثلوني. Donc c'est comme ça اللي بديت نكتب فيه كي ماهمش مذكراتي راهو كونتريرمون يعني il faut pas ترانسبوزي حاجات صايرين في الفيلم شخصية معز مش أنا يعني فهمت لكن فيها برشا حاجات من مون فيكو اي سورتو الفكرة الأخرانية الفيلم راهو يحكي على لو بلوز امبورتون دون لو فيلم في علاقة معز مع بوه سي لا بروميس لا بروميس شوفوها ما نشوفوهاش مي لا توني سا بروميس والا لا هذيك أهم حاجة تقعد في مخ عبد أن أنفون عبد وليد صغير تعمل له ان بروميس وما تشدش فيها راه مش خاطره صغير ما يتذكرش راه يدور دور دور تاع ترجع له تعاود صغو صغ من بعد 30 40 سنه يعني نعيش فيه توا من النوبه الكل رجعت الحاجات عشتهم 6 7 8 سنين يعني تو سي باسي في الوقت هذاك علاش انا تو كابو في العمر تاع بنتي في العمر هذاك راه تبي لي ياسر نعطيها كان الحاجات اللي ان شاء الله نهار اخر نتذكرهم بالباهي فهمت كي بكري سالتك على القواسم المشتركه بين دشره و فرطت الذهب قلت لي لا ديكادونس ويمين لكن كان نزيد نوسعوا اكثر الخدمه اللي خدمتهم الكل في السينما وفي التلفزه نرجعوا للنوبه نرجعوا لهذوكم نرجعوا لبرشا حاجات اخرين كان ما كانش ديما فما كل الوليد الصغير اللي يلعب وي فما لونفون كوسوسوا يجيك بالموند فانتاستيك ولا في نوبه بلي سوفنير نتاعك ولي ريفيرونس اللي عندك في علاقه بالتسعينات اللي عشت فيهم طفولتك كان يا ما كانش كيف كيف معناها فما الخيال نتاع الطفل على الاخر اليوم راهوش العاده في بقيه الاعمال التوانسه هل انه في تونس المجتمع وحتى الفنانين المبدعين كل عندهم مشكله مع الخيال وياسر متشبثين بالواقع المرير وي للاسف غاردي لونفون اللي في وسطك وتسمع وتولي تخليه هو يتصرف ساعات في مواقف سي با دوني ا تو الموند ابارامون اللي في بليش بها انا الحكايه خاطر فما ناس نحكي معاهم تظهر لهم حاجه ياسر تي تحكي في حكايات نتاع بلد اخرى فهمت وكذاك هو الواقع الولايه صغير هو المخرج اللي فيا يعني سي لوي كي تو رياليزي حتى دشر سي لوي كي سيكسبريم نو كون ليميت ولايه صغير ما عنده حتى ليميت عنده حتى عقده ما عنده حتى ما تنجمش تقول له اسمع ما تنجمش تطير tu peux pas convaincre un enfant مقتنع هو حتى كان عمره ما طار مقتنع اللي هو نجم يطير وما مازال ما كبرش مثلا في مخه يكبر ينجم يطلعوا له جوانح il a toujours une solution à tout un enfant وما حليه كان ولاد العبد يولي يتعامل هكاك في الحياه كما ان انفون غيرمون مش في المواقف الكل بيان سور لكن الانفون موا جو لو غارد توت ما في يفا جامي ما كيتي
حبيت نسي روحي فيه راه مده كبيره على اساس كبرت سييت او يقولوا لك تدخل المكتبه يلعبوا فيه ننسيهاش الجمله هذيك قال وين اي طهر كبرت وليت راجل نو 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 ليه مازلت صغير يعني من ديما انا ات باش يكبر الوليد صغير اون ديغي كو ان انفون مش حاجه به باش يولي راجل كبر العازب تي عمره 3 سنين ونص انا عازب يعني انا وهذا في عائلتنا راه في تقاليدنا يطهر يولي كبير يدخل المكتب سي ولا راجل دخل الليسي بدا يبلغ سي عاد هذيك سي تو كما زيد راه ان انفون سا دور توت تا في لانفون لازمكش تنحيه مش خاطرو كبر يعني جو بونس كو تو لي زارتيست اللي انا مغروم بهم الكلهم عندهم لانفون دون توت لوغ زوفر ديما موجودين سكورسيز افلام كلهم سوبر فيولون يحكوا على المافيا بس دي سوفينير نتاعو هو ولاد صغير عاش معاهم الناس هذوك اي تو فوا لا توندريس اللي يحكي مع المافيوزي تحبهم لي مافيو نتاع سكورسيز علاش خاطر ايزيتي جونتي معاه كي كان صغير خاطر كانوا يفرحوا بيه وكانوا يوكلوه ويستدعاه ويبدا فرحان هو هذاك بوندي كبير يعرف يقولوا سلام على ابوك كل ان غاردي كو سا il était une fois dans le Bronx bon c'est pas Scorsese mais le كله مبني على هذا بوي سي دينيرو سي دينيرو réalisateur mais c'est il a vécu la même chose quand tu vois il était une fois en Amérique نتاع سيرجيو ليون يعني سكي كي a écrit ça ما تقوليش عبد عمره 70 60 سنه c'est un enfant c'est les souvenirs نتاع صحابه et même من بعد كي تعاودوا تقابلوا يا توجور لا توندريس اوزر ولاد صغير اللي توندر اللي جونتي ما مخو مش خامش في نفس الوقت هنا فما الولاد الصغير واللعب اللي تحكي عليه الكل اما انت لازمك تلعب بجديه معناها المخرج ينجم يتخيل ينجم يتصور عندك التاليف زاد في الحكايه لكن في الاكزيكيوشن لازم يكون جدي والحاجه الاخرى اللي عندك لا تريبل كاسكيت بخلاف المؤلف والمخرج المنتج والمنتج ما عندوش الحق يكون في الصغير على ذيك معايا زوز منتجين اخرين مش خلوني نلعب كيف ما نحب انا منتج راني منتج خاطرني بالزز راه منتج سميتي يعني تقول لي انا منتج وحبيب عطايا منتج وبهدي نعطايا منتج ونعيمد مرزوق منتج مش كيفه مان انا راني منتج خاطرني بال تلزيت ندبر الفلوس شحال في الموية وعلاش تلزيت على خاطر معني بعد داشرة خاطرني مزروق داشرة اي معني كان ممكن انك تعمل لوفي دفون وكل شيء وتلقى نو جولي با انا ما بعثتش ما حبيتش نبعث على خاطر على خاطر انا ايماني باللي جان الحقيقه كلهم في اللي خاصه نتاع الدعم مع احترام اللي الناس كل الدعم نتاع وزاره الثقافه نتاع الدعم الكل مش كان في تونس راهو ضد فكره انه ثلاثه ولا اربعه من الناس يقروا في مستقبلك ما نجمش صعيبه على مخي ونتغشش راهو كي نقول يعني سكات بيرسون ديسيد اسكو انا عندي حق نحقق حلمتي ولا حلمتي اللي هي افوار سو فيلم لا بس سي سباس علاش ما تغزلهاش كمؤشر كنقطه من نقاط اخرين جربت تعمل مونتاج فينانسي فيه جزء من الاربعه من الناس هذوك كيما لخصتها انت الحكايه وفيه انا جربت بعد دشره راه جربت صبيت مره وفيلم تاعي في القاعات وقتها في دشره وترفض الفيلم هو سان فيلم كوميك يمكن ما فهمونيش كيفاش نكتب خاطر اللجنه في الاخر تقيم حاجه مكتوبه انا نكتب سيناريوهات نفهمهم انا والكيب تكنيك يعرفوني نجم لجنة تقرأ ما فهمتوش خاصة كي يجيك اون غومارك دو واحد من الليجان اللي موجودة يقول لك أنا قريته في الموكرا فيه برشة كوميك نولي ما عادش عندها حتى كريديبيليتي الحكاية خاطر هو ما عادش هنا يحكم على اسكو مكتوب مليح ولا فما كونستركسيون دي بيرسون يحكي اسكو يضحك هو ولا دونك هنا فما إشكال السيد اللي وقال لي هكا عمره ما عمل فيلم في حياته سينما عمره ما عمل فيلم في حياته وينا في با دو بروف اللي هو ينجم يخليوني انا مثلا نقول اي بون راجع نفسي خاصه يحكي كما يحكي لك نكته سي تري شنو نحكي لك نكته تنجم تضحكك انت تنجم تضحك الاخر ما تضحكش الاخر كيفاش تقيم يعني انت كما مثلا كان صبي الدشره يعني تتصور دشره ياخذ دعم فيلم كيكا ونقيل مصارن وبليل طاح والمسألة اعتباطية لدرجة انه ما تنجمش تتصور شنو هو اللي بشيخ دونك انا علاش خويا انا علاش نحط مصير حياتي في دين عباد نجم يعجبهمش ما تحب تلعب بهذا جزء من اللعبه اما نجم نخسر فيه الاخر كان خسرت جربت وحدي انا وحدي بخيتو وعندي حريه تامه باش نعمل اللي نحب هذيك ما نحيالي حتى حد ان شاء الله
باش تكون عندك حريه لازم تكون انديبوندون جوسكو بو. مش سهل القرار، ونعرفوا لي انا باش نخسر برشا حاجات، مي باش نربح زاده برشا حاجات، اللي هما يخليوني نعمل فيلم تاعي في وقت طويل ولا قصير، نصور فيه سا رابيدمون، نجم نعدي عام ونص مونتاج، ما يتغش عليا حد، جوني دو كونت ا روندر ا بيرسون. من هنا جات برشا جرأه في الفيلم في فرطه الذهب، جزء صغير من الجرأه هذيا باش ما نحرقوش الوقائع والخرافه وكل، هو مثلا الكاستينغ اللي تعمله، كاستينغ تري اوداسيو، تحط مثلا ممثل كيما فتحي الهداوي قدام ممثل كيما محمد السويسي، معناها اللي تجربته تبقى محدوده الى حد ما في التمثيل، هو من العالم المسرح ماهوش غريب عليه الكل، لكن تجربته في التمثيل تبقى محدوده، تحطه قدام انسان بالتجربه وبالخبره اللي عند فتحي الهداوي، ما تخافش كي تلعب طرح كيما هكا باش نقعدوا في الشون ليكسيكال نتاع اللعب. طب كي انا نجيهم الممثلين خاصه الجدد ونقول لهم اغزر انا راني داخل ومنجز تو من الهفوف، مش عارف واحد نجم نتلتخ وانا نجم نسلك، طب با لو دووا انت زاد باش ما تنجزش، تي تو دون 100%، خاصه كي نحط قدامك فتح الهداوي، ما تسحقش باش تقول له الكلام محمد راه كي قرا الكاستينغ وشافني وشاف انا شنو باني عليه، يل سو دووا ديتر بون، خاصه لي انا نعرفه اللي هو لايت به، انا مش نعيط لعبد راه من الشارع، محمد يلا ان كارور جربت معاه حاجات صغار، يلا كيك شوز كي نو ريسومبل ا بيرسون، محمد شفت لا تاي نتاعو، انا جولي كيكان اللي جولي جوي سور لو كونتراست نتاع البدن لا سنسيبيتي اللي عنده من داخل، اي جو كوني محمد سويسي دو تري بري سي ان انفون، وانا جادور لي انفون كي بداو موجودين في البلاتو، يعني دي زادولت وراهم صغار، بحري الرحالي سي ان انفون، الغدوه اللي بعد غدوه فاطمه بن سعيدين سي ان انفون، يعني الممثلين راه الحقانيين ولاد صغار، يعني كي لبسوا الروبا كي ترى مثلا كوثر البارد عاملينها في كينيا ما كانش بعيده وحدها لابسه روبا تاع سندريان تاع بلانش نيج في الاوف، ومش في باليش العباد يغزروا لها شد روبا تعملها تلعب بها كي طفله صغير، سيتي ميرفيو، خاطر هذاك هو راه الاكتور سي لونفون اللي في وسطك انت اللي ما عنده حتى ليميت، ان انفون نو سوبرون جامي، ما تحسش ولا صغير يحس روحه ريديكول كي يعمل قرد ولا يعمل كلب ولا، اما انا ادولت يولي ردد باله ما يمشيش يضحكوا عليا يمشيش يقلقوا، دونك جو شيخ سي لونفون كان يسميو المسرحيه بلاي اكزاكتلي، واللي فرونسي يقولوا اون جو لا كوميدي، واحنا في اللغه العاميه ما بين الممثلين الكل يقولوا العبد الليله ولا العبد، فوالا خاطر سي ان جو او فري سونس دو تيرم، دونك ما نخافش، نعرف لي في الاخر جو افوار الحاجه اللي انا تخيلتها، جو دون بوكو دو كونفيونس للناس اللي نعملهم، يا ان شو ما نعملوا علاش نرد بالي، راه نكلم عبد ناس تليفون نكلمه نقول له اسمع راك معايا، انما 100% نعرف اللي انا نجم نخرج منه حاجه خير من اللي هو يتخيلها، ويعطي جينيرالمون جو سوي توجور اغريابلمون سوربري، محمد سويسي يل ما سوربري في الفيلم دون بوكو دو مومون جو ماتوندي با اوتون دو جوستيس دو سا بار، وفهمت اللي هو خذاها قضيه كبيره كما مع فتحي وهيل عيد وابراهيم زروغ ينا با لو دووا ديتر ليه وليه ما ينجمش، دونك نسيب انا نولي راهم يعاونوا في بعضهم مي سي جيري سيت ايكيب لا لينيرجي هي اللي تخليني نخدم، راه ما خافش يعني ممثلين جدد دشرة ثلاثة ماهمش معروفين، دونك نكمل لك على خدك تخافيا فيك فتحي دي وجبولي اول مره انا نخدم معاه في فرطة الذهب قبل النوبه، خاطر تصور قبل النوبه هو حبيت نشوف هالممثل اللي خاطر في كاريرك تتعدى مع فنانين كبار كما فتحي الهداوي كمال تويتي فاطمه بن سعيدين هذوما جمال، هذوما ممثلين راهو اللي يخافوا منهم انتر غيومي، حبيت نشوف روحي اسكو انا بالكشي باهي كان مع لي زاماتور خاطر نفهمهم ويفهموني، دونك نعيط لهم لاماتور خاطر سي ان اونور بور مو ديتر ان اماتور في الفن خير ملي تولي بروفيسيونيل وتنحالك كالشعلة هذيك، لي زاماتور يقعدوا ديما يحبوا الخدمة نتاعهم، إلو فون توجور افيك بليزير، دونك فوالا ترافاي افيك فتحي ولا افيك محمد سويسي سيتي دو مانيير ديفيرونت دو ديريجي لي زاكتور مي توجور لو ميم بليزير، فهمتي؟ كتبت الفيلم من 2006 الفيلم تصور وحتى مشى للبوست برود من قبل النوبة سيتادير من قبل الكوفيد من قبل الكوفيد، دونك من 2019 اوائل 2020 اكزاكتومون كمل الشانتي اون فا دير الكبير، اي لا بروميير فيرسيون كانت عندي في لو 15 جانفي 2020 فوالا، الفيلم خذا وقته لارجومون، لكن حتى البوست برود
خذيت وقتها وفي البوست برود خذيت دي شوا نتصورهم سمعت انا اللي خذيت دي شوا تصورهم ماهمش سهلين بالكل على مخرج هو انك نحيد دي بيرسوناج دي سيكونس سبعة كبار سبعة سيت اكتور هي سيت اكتور مهمين ياسر في الحكايه الاولى اللي بنيتها لكن كي نفرج يضيعوا لي ليموسيون اللي انا حاجتي بها ils ont très bien joué l'arché ولات un autre genre نتاع فيلم ولا plus policier à un moment et je voulais pas نمشي الحاجه هذيك الفيلم مش يحكي على هذاك donc ils ont très bien la preuve des moi la policier c'est que هما طغاو فهمت donc j'avais deux choix à faire mais je ne j'aime pas نعمل زوز افلام في فيلم و c'était compliqué donc je l'ai simplifié en sacrifiant وبرشا وجيعه ناحيه ممثلين كما ياسمين ديميسي سلوى محمد فاطمه الفالحي عصام عياري برشا نحبش ننسى الاسامي لكن نجيب رياحي فوزيه بدر ذوما ممثلين راه عملوا ادوار يفتقوا فبني فما دو في اللي خدموا زاده في فوايي عندي انسان اللي زيتي مانيفيك لا بروف انا كلهم كلمتهم عندهم حاجات معايا في كاني ما كانش جو مسوي سونتي انا شويه نوعا ما غدوفابل اللي هما باش ما يحسوش لان نحيدهم خاطرهم الجو نتاعهم خايب راهو وكلمتهم ايزون اسيستي دو بون كور في لافون بروميير وحشموني على روحي كي كلمتهم خاطر راهو نوخر فيه التليفون نوخر ياسمين صديقتي هذيك من الاول دونك معايا حتى في المونتاج سي ال كي ما بروبوزي داير ان شانجمون اللي هو كان مش في صالحها هي كممثله كان ينجم يقول ممثله تحب تظهر ما هي خمت في الانتيغي دو فيلم اوسي وفي انا الفكره نتاعي سي ان شانس دافوار دي زامي هكا دونك تفهموا الفكره بالكدا لكن ماهيش سهله باش نحيهم الفيلم حاليا فرطت الذهب في المسابقه الرسميه في ايام قرطاج السينمائي بعد لي جي سي سي باش يكون ابارتير من 7 نوفمبر في القاعات في تونس كنت تقول للناس علاش مهم انهم يتفرجوا في فرطات الذهب علاش مهم يتفرجوا في فرطات الذهب اغزر تطلع في الجران ويت انت علاش مو بور شيرشي دي ايموشن فورت اي دي سونساسيون فورت تدخل فيلم نتاع مارفيل ولا تدخل فيلم نتاع انديانا جونز تشيرش توجور سيت سو فواياج انا جيسبر اللي انا خلطت اوموا نعمل لهم ان بيتي فواياج دو ساعه ونص يخرجهم شويه من العالم اللي هما فيه دونك وي كان تحبوا تنساو شويه اللي داير بينا ولا تحبوا تسافروا اما من داخل ولا دون زان موند ميرفيو اليزي Et c'est un film que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup d'amour et de respect du public. Donc, je n'ai jamais changé de rhum, acteur, mais les bras ont été tajrbes. Ils ont été tajrbes, mais tu as fait un tour, si tu as vu des choses, tu as vu des choses, tu as vu des choses. Bon courage, Abdelhamid Bouchnek, مخرج فرطة الذهب في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية حاليا. فرطة الذهب يتفرجوا فيه بداية من 7 نوفمبر في القاعات. شابت في 24 ولاية نهار الأحد. مبروك. والله هذا يشرفني ياسر وباش نمشي لهم داير نحاول نمشي لو ماكسيموم اون فرا دي فيزيت ان شاء الله هايل برشا نقابل بيبليك هذيك اهم حاجه عندي والله كي نراهم ونشوف رياكسيون سي ما عندوش بخير هذاك شنو احوال لون ميتراج الثالث عندك معلومات انت ولا جس كهو اوكي مازال بكري تو باش نحكي لك عليه نحب نفرح شويه بفرطة الذهب مش برشا ما شويه برك شويه برك عليه شويه برك خاطر هذاك تفرح برشا اي مي الفرحه تخوفني ياسر الفرحه الاكثر من اللازم والكلام الحلو برشا ما نحبش نسمعه ياسر انا فهمت كلمه حق مرحبا عبد الحميد مرحبا بك في نوايات نتبعوا الاكتواليتي نتاعك نتبعوا فرطة الذهب سي توجور ان بليزير راه كي نجي نحضر له الانترفيو هذا يعيشك مرحبا سي ان بليزير بارتاجي يعيشك